لا الأجنبية وايد لا قوية. أخي يوسف الله يرحمه، والدي رحمة الله. بعث له إلى بريطانيا سنة 54 الشيخ أحمد الجابر طيب الله ثراه، طيب رحمه. بعثه مع الله يرحمه ويغفر له الشيخ فهد السالم إلى لبنان في الجامعة الأمريكية، درسوا سنة 28. ما شاء الله. والدي الله يرحمه كان يعني نظرة خاصة عنده، وهي أهم شيء الثقافة والدراسة، وكان حريص علينا بالنسبة إلى الدراسة وإلى الثقافة. في سنة 54 بعثنا أنا مع أخي الله يرحمه بدر إلى بريطانيا سنة 54. أنا دخلت في ملفيلد وأخذت الجي سي إي أوردينري ليفل، جي سي إي أدفانس ليفل اللي هي اللي هالشهادات تعادل شهادة ثانوية. وبعدها لما خلصت بعثني إلى الاتحاد السويسري في جنيف. سنة 59 ودخلت جامعة جنيف سنة 59. القانون السويسري حق الأجنبي يجب أن يدرس سنة اللغة الفرنسية. ياخذ دبلومة قبل ما يباشر عمله الجامعي. سنة أنا عملتها بعشرة أشهر. علشان الأرضية اللي عندك يعني. لازم علشان الأرضية اللي عندي، وكنت أنا مركز فعلا على اللغة، وكنت مركز اختلاطي، وذاك الوقت ما كان في إخوان كويتيين في سويسرا يعني في جنيف، أنا كنت الوحيد. بذاك الوقت من إخوان الكويتيين اللي كانوا عايشين كان الأخ عبد العزيز الشلفان والمرحوم يوسف راشد بورسلي من الكويتي اللي موجودين، وكانوا بعد الأخ مبارك يابر الأحمد سالم يابر الأحمد كذلك كان يدرس فيه، مساعد الحمد كذا في مدارس داخلية. يجوني يوم الأحد علشان نطبخ عندي في الشقة الأكلات الكويتية. بس أهم شيء أن هالسنة عملتها في عشرة أشهر، خديت دبلومة في اللغة الفرنسية بعشرة أشهر، ودخلت في الجامعة كطالب أساس أمارس اللغة الفرنسية سنة 60 كلها في جنيف. تخرجت سنة 64 في الليسانس في الاقتصاد والسياسة. مريت لبنان سنة 64 وجيت إلى الكويت في أواخر شهر 7. كالعادة أسلم على العمام، أسلم كذا، جيت عند سمو الشيخ صباح أسلم عليه قال لي الحين خلصت؟ قلت له نعم، قال الحين توظف حالا. ففعلا توظفت في أوائل شهر 8 أذكر، كان يقول خلاص تروح إلى المتحدة. بقولك في قصة. تفضل. الله يرحمه سكن الجنة الأخ مجر الحمد وقع قرار تعييني في الخارجية في شهر 8 سنة 64. كأهو مدير الشؤون الإدارية. أنا ذاك. بعدها بثلاثين سنة. أبو حمد الله يرحمه. الله يرحمه. وقع قرار تعيين ابني صباح في وزارة الخارجية.